بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو عن الأواني المنزلية، هنشوف قدكم حلل جرانيت وأدوات مطبخ كثيرة جدا، الأسعار بتبتدي من 5 ريال. هنشوف برضو في الفيديو منظمات تركي و صواني ستانلس تقديم، وقتكم ضيافه. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا اشتراك ولايك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشره، اول جرس اشعارات الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد. الجولة دي في تخفيضات العائلة بمدينة الرياض. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي قطكم معالق على 5، عندهم يعني قطكم المعالق بتاعت السفرة دي كتيرة جدا، بتبتدي من 5 ريال. هتلاقوا بقى في قطكم ب13 ب8 ب9، بس بجد الاسعار رخيصة جدا هناك ومعقولة. يعني في بقى شوك وسكاكين ومعالق شاي ومعالق معالق للسفرة، في منها الذهبي والفضي، كل الاطقم دي على 5 ريال. ده قالب كيك ب5 ريال على شكل نجمة. في بقى صينية البسبوسة دي ب5، دي صينية للبيتزا ب30. هتلاقوا من صواني الجرانيت دي حاجات كتيرة جدا، خصوصا صواني الكيك او صواني الفرن، بتبتدي الاسعار فيهم من 5 ريال. دي بكام؟ دي ب13. ده قالب كيك برضو، ده قالب كيك ألمونيوم ب11. في بقى قالب الكيك الجرانيت ده ب17. في من المستطيل على فكرة كمان. دي صينية بالخوص للكوبايات ب59. في اشكال منها بقى كتير اهي. في بقى المغرفة الستانلس دي، في منها الذهبي والفضي، في ب8 الصغيرة والكبيرة، الحجم الكبير ب11. بس خامة الستانلس بتاعتها على فكرة حلوة. الطقم ده ب37. في بقى العروض الخاصة دي، ده قالب للكيك ألمونيوم ده ب11. في بقى صينية الكيك دي ب25، على فكرة تقيلة وحلوة يعني حجمها كويس. دي مقاس 22 على فكرة. في بقى مقاس 24 ب41. في بقى صواني فرن النيفلون تيفال ب69، مقاس 30. في بقى الطاسة العميقة دي تيفال شوف كده سعرها، دي ب46. في بقى طاسات الحديد دي تقيل على فكرة، دي بكام؟ دي ب39. في بقى مقاس 24 ومقاس 36، في مقاسات منها مختلفة.
مقاس 28 منها ب49. في بقى الطاسات اللي هي الجرانيت دي كمان، وفي اطقم الحلل الجرانيت، ده طقم حلل جرانيت، الغطا بتاعه بايركس، ده جرانيت حراري على فكرة. ده ب244. ده 9 قطع، في منه اللون اللي هو الكافيه ده واللون الأخضر. ده طقم جرانيت ب289، ده 9 قطع برضو، في منه كذا لون، الرمادي واللي هو العنابي دون، واللون اللي هو البني. ده سعره 299. الغطا بتاعه برضو بايركس، الإطار بتاعه ستانلس والغطا بايركس. في بقى التربو التخزين ده بتاع المطبخ 28، في بقى اللي هي المنظمات التركي دي في ب49، بتبتدي على فكرة من 5 ريال، المنظمات دي بتبتدي من 5 ريال. في دي كلها علب للتخزين دي ب29. في بقى المنظم ده، ده بكام؟ ده ب11، دي علبة برضو ممكن طبعا تستخدموها في اغراض كتير. شوف بقى الصواني دي، صينية تقديم ستانلس ب72، في منها الفضي وفي منها الذهبي. جميل اوي الشكل الذهبي منها. دي شيالة للضيافة، في منها الفضي والذهبي، جميل لون الذهبي منها قوي. دي ب104. دي ب83 اللون الفضي، بس الحجم اصغر شوية. جميلة قوي دي، شياكة قوي دي، للشيالة بقى للقوارير. على فكرة برضو فيها تنفع لتقديم الشاي للحلا. جميلة دي برضو، دي سعرها 119. دي شيالة برضو ممكن كوبايات القهوة، كوبايات الشاي، القوارير. دي 119. في بقى طقم الحلل الألومنيوم ده، ده ب139، من مقاس 14 لمقاس 28. ده طقم حلل الألومنيوم برضو ب139. في بقى الصواني الخشب دي على 14، ده تربو للمطبخ، ده سعره 62، في منه الحجم الصغير. ده تربو لتخزين البصل وحاجات المطبخ،
ده سعره 76، حوالي 5 أدوار فوق بعض يعني. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة على الأواني المنزلية وأطقم الحلل في تخفيضات العائلة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا سبسكرايب ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.